ومشاهدينا الكرام، لا مختاراتنا وأولى المختارات، الأمن يدعو لتفقد المركبة خلال موجة الحر التي تؤثر على المملكة تجنبا للتعطل المفاجئ، حيث دعت إدارة السير إلى ضرورة تفقد السوائل، سواء المركبة، المي، زيوت، خلال طبعا هاي موجة الحر اللي عم بتأثر هاليومين على المملكة، وحتى ما يصير أي عطل إن شاء الله مفاجئ بالسيارة. وأكد مندوب السير اليوم الأحد على ضرورة عدم ترك المعقمات والعطور وأي مواد قابلة للاشتعال داخل المركبة، لأنه نحن بنشوف كتير في ناس بحطوا أناني عطر، بعض المعطرات الهوائية اللي بتكون مضغوطة، القداحات بتكون متروكة بالسيارة، ومرات بتكون بعض علب المشروبات الغازية كمان موجودة للأسف الشديد بالسيارة، ناسينها أو حاطينها، ممكن تؤدي إلى انفجارات بسبب ارتفاع درجة الحرارة. يشار إلى أن تأثير الموجة الحارة والجافة على المملكة سيتعمق من اليوم حتى تتوالى درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح بحوالي مرتفعة أكثر من 6-8 درجات مئوية عن معدلاتها الاعتيادية، وإن شاء الله ستكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وطبعا الهواء جاف زي ما نحن شفنا في الصباح، وحتى في وقت الظهيرة كان الهواء جدا جاف، وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة وخصوصا في مناطق البادية والبحر الميت والعقبة خلال موجة الحر اللي رح تستمر يومين ثلاثة إن شاء الله. الله المستعان، وإن شاء الله هيك ديروا بالكم ما تطلعوا أبنائكم يلعبوا بالحر وقت يعني الظهيرة، يعني بعد العصر معلش خليهم يطلعوا يلعبوا برا، وبنتمنى السلامة للجميع. أيضا مشاهدينا الكرام، الدفاع المدني بيحكي 9 وفيات غرقا في الأردن منذ بداية الصيف، حيث قال الملازم محمد الخطاط بمدير الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الدفاع المدني أنه تم التعامل مع 33 حالة غرق في برك السباحة غير المرخصة في الأردن، نتج عنها 9 وفيات منذ بداية الصيف الحالي و24 إصابة تم التعامل وإدخالها للمستشفيات وإجراء اللازم لها. وأضاف الخطاط بأنه حالات الغرق أصبحت مقلقة في العامين الماضيين لازديادها للأسف الشديد، وأشار إلى أنه المسابح غير المرخصة لا تستوفي شروط السلامة العامة وما يساهم في ارتفاع حالات الوفيات فيها، لافت إلى أنه تم التعامل إلى جانب ذلك مع حالات أيضا غرق في السدود والبحار، وكانت مديرية الأمن العام حذرت في وقت سابق من السباحة في الأماكن الغير مخصصة إلا بوجود المنقذين ووسائل السلامة العامة حفاظا على سلامة المواطنين. يعني مشاهدينا لما تروحوا رحلات برضو في بعض المياه الجارية وبعض السدود بننصح أنه ما تخلوا أولادكم يسبحوا فيها لأنها أماكن غير مخصصة للسباحة، حتى الكبار الشباب الكبار اللي بس ينزلوا يسبحوا فيها معرضين للأسف الشديد للغرق وللوفاة، وحتى الوفيات مش كلهم أطفال، يعني كان في من ضمن حالات الوفيات شباب للأسف الشديد، كل هذا بسبب السباحة إما في السدود أو بالبحار أو بسبب البرك اللي غير مخصصة للسباحة أو غير مرخصة عفوا، ونحن عارفين في بعض المزارع بتكون غير مرخصة بيأجروا مزرعتهم أو بيروحوا للأسف الشديد الناس حتى يسبحوا فيها، ما بيكون في منقذ، بتكون الأسرة كلها بيعرفوش يسبحوا للأسف الشديد، فبتعرضوا البعض أو خصوصا الأطفال للغرق. الله المستعان، وديروا بالكم من المياه وطبعا حرارة الصيف، طبعا اللي كل ما شفنا درجة الحرارة عم تعلى الناس عم تتوجه مباشرة حتى تبورد للمسابح. معلومة صحية رح ننتقلها بمختارتنا الثالثة، بتقول لماذا تنتشر نزلات البرد بالصيف، والبعض بيستغرب انه انا ليش مرشح، ليش مفلوز والدنيا صيف فيش برد، يا ترى انا ماخذ لفحة هواء ولا شو. يعني طبعا نزلات البرد عارفين قديش هي بتفسد جو الصيف، انه الواحد طالع مشاوير وبده يطلع ومش قادر يتحرك، وخصوصا الرشح والانفلونزا الصيفية الواحد بيشعر فيها بتعب شديد جدا لانه ما
الحر بتعب زياده. فطبعا رغم انه الانفلونزا وفيروس الجهاز التنفسي اللي هو RSV يصيبان البشر عاده في الشتاء وتنتعش هاي الفيروسات بالطقس البارد، الا انه في فيروسات اخرى تسبب أعراض البرد نفسها مثل الفيروسات المعوية وفيروسات الإنفلونزا من النوع الثالث، بتكون أكثر شيوعاً في أواخر الصيف. يعني الشتاء له فيروساته والصيف له فيروساته، سبحان الله. ويلعب نمط الحياة الاجتماعية في أشهر الصيف دوراً في تفشي نزلات البرد، حيث الناس مثلاً بتسافر برا، بس تسافر بترجع ممكن إنها حاملة بعض الفيروسات وتلتقي بالعديد من الأشخاص، خصوصاً في حفلات تخرجات مهرجانات، وناس بتروح على حدائق، برضو الناس بيطلعوا للأماكن المزدحمة مثل المولات التجمعات، وأيضا في بعض الأماكن المغلقة اللي بتكون فيها المكيفات عالية جدا بتأدي إلى انتقال الفيروسات، والشخص كمان لما يكون يمكن حامل هذا الفيروس وينتقل من طقس بارد جدا مكيف إلى طقس حار لبرا ممكن يتعرض للفلوزة، وأيضا كمان بالعكس لما يكون جسم محامي من برا ويدخل لمنطقة كتير باردة أيضا هون تنتعش هذه الفيروسات ويصاب الشخص بنزلة برد. كمان في نقطة كتير مهمة، هلأ كتير الناس لأنه صارت اجت فترة تحط الماسكات الكمامات اللي تعقم، بقول لك عدم التعرض للفيروس بشكل مباشر ومنع حمل الفيروس كمان هذا بيؤدي الى ضعف مناعة الجسم. بعض الاشخاص صار عندهم ضعف مناعة لانهم ما تعرضوا الى الفيروسات، لانه ايضا سبحان الله يعني كل شيء ربنا خلقه بقدر وبميزان، يعني التعرض للفيروسات قد يرفع من مناعة الجسم اذا الشخص ما كانت عليه أعراض، هو جسمه بيكون قاوم وصار عنده مناعة زيادة، فالحمد لله بتكون ارتفعت مناعته. فعدم التعرض أيضا للفيروسات الموسمية يؤدي إلى ضعف المناعة، الله المستعان. وإن شاء الله يا ربي هيك ما نتعرض لأمراض، ويكون أي مرض هيك خفيف لطيف نقدر له ونكون قادرين يعني نتعالج بسرعة ونطيب بسرعة إن شاء الله. نتمنى السلامة للجميع. رح ننتقل معلومة أخرى بخبرنا القادم ومختارتنا الرابعة، أخطاء شائعة تدمر الغسالة الأوتوماتيك، رح تتبعها للأسف الشديد ربة البيت بدون ما بتعرف. شو هي هاي الأخطاء اللي هي اللي بتأدي لتلف الغسالة أو تلف الملابس وبتخليكي للأسف الشديد إما تضطري تغيري الغسالة أو تشتري للغسالة قطعة جديدة بتكون غالية، أو مثلا تخسري قطعة من ملابسك. الخطأ الأول بقول لك إنه أنت لما تعبي الغسالة أكثر من حمولتها، بعض السيدات تلاقيها بتعبي بها الغسالة بتعبي بها الغسالة بتقول يلا بدي أخلص من الغسيل بغسلة واحدة، فما بتحسب حساب إنه في مي بدها تلف بها الغسالة ووزن المي كمان كتير، فبتضغط بشكل كبير على الحوض. هذا الحوض حوض الغسالة بيؤدي إلى التآكل والاحتكاك اللي بعد فترة الغسالة تخرب أو بتعطل فيها جزء، كمان الغسيل بالتالي ما رح ينضف لأنه المي ما بتكون تخلخلت ولا الصابون داخل هذا الغسيل. لابد أنه نحن لما نحط الغسيل نحط إيدنا شبر بالغسالة، نشوف مسافة شبر بين الغسيل والغسلة ما تكون معباية للكامل، حتى نحسب حساب المي والصابون اللي بدها تدور داخل الغسالة ونتأكد أنه وقتها الغسيل نضف 100%. كمان اختيار دورة الغسيل الخاطئة، بعض السيدات بتحط مثلا بتختار لك غسلة دورة نص دورة وتكون حاطة مثلا حرام، هلا النص دورة وهاي الغسلة الصغيرة ممكن تكون قماش حريري أو خفيف أو نايلون، بينما أنت إذا حاطة حرام تقيل الغسالة ما بتكون على استعداد إنها تغسل غسلة كتير كبيرة بهذا الحمل، أيضا يؤدي إلى تلف الغسالة. والاستخدام المتكرر للغسالة، زي مثلا ما أنه أنا أشغل الغسالة طول النهار لأنه جاي المي عندي فبدي أكسب كل الغسلات مع بعض، فبيؤدي إلى ضغط على موتور الغسالة وممكن تنحرق خصوصا بفصل الصيف فبتحمى الغسالة، يعني نريح الغسالة برضو. بعد الغسالة والغسلات والغسيلات رح ننتقل لمختارتنا الخامسة مشاهدينا الكرام، والإفتاء الأردنية ترد على سؤال حول اختيار الأم لزوجة الابن. وأجابت دائرة الإفتاء العامة الأردنية عن سؤال حول حكم طاعة الأم باختيار زوجة لابنها، وطبعا نص السؤال كان بيقول كالتالي: أحد الشباب أرسل سؤال بيقول أمي قد اختارت لي عروسا وأحب أن أكون طائعا لها، لكن العروس بالنسبة لي غير مطمئن لحالها بالرغم أنها على خلق هي وأهلها،
فهل أطيع والدتي وأبرها أم أختار واحدة أخرى بمزاجي أنا، ولكن أنا أريد أن أفوز برضا وبر أمي؟ الإجابة كانت من دائرة الإفتاء: يجب طاعة الوالدين فيما لا معصية فيه وفي حدود الاستطاعة، فإذا كنت لا تريد الزواج من هذه الفتاة التي اختارتها الوالدة فلا بأس، والأولى أن تبين لوالدتك أنك لا ترغب بهذه الفتاة، وحبذا لو صليت صلاة استخارة، والله تعالى أعلم. يمكن كمان هون الرسالة اللي حابة أوجهها لبعض الأمهات، أنه فعلا مرات الأم تجد أنه أنا اللي لازم أختار لابني لأنه أنا أدرى بابني، وأنا حابة أجيب له واحدة يعني تكون مناسبة لإلنا زي عاداتنا زي تقاليدنا زي تفاصيلنا. كل أم تتمنى أكيد الخير لابنها، لكن هون مرات بيكون في يمكن شعرة بسيطة هو رأي الابن، وخلينا نقول ذوقه في اختيار هذه الفتاة. ممكن تكون انت اخترتي له زوجة كتير منيحة، لكن القلب وما يهوى، يمكن ما لقاها هي مناسبة، لم تكن مثل طلبه. فأرجو أنه من الأمهات ما تقول إنه والله غير أزعل منك، والله أنه أنت غير بار فيي، أنا غير أغضب عليك. لا، تترك لابنها حرية الاختيار، وأكيد الابن هو يستطيع بكل تفاهم أنه يوضح لأمه أنه هاي الزوجة خلص أنا يمكن ما شعرت أنها مناسبة لي، وما ينحرج أنه يأخذ زوجة، لأنه هذه حياة مستقبلية ستطول، ويعني سيتعرض فيها الشخص ويتعلم منها الكثير، فلا بد أنه يكون في رضا كامل من الطرفين. مشاهدينا الكرام، هاي هي مختاراتنا لليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. بنتقل طبعا فقرتنا القادمة وفقرتنا مع المرشدة النفسية ومدربة المهارات الحياتية سنة السالم، اللي رح تحكي لنا عن القيام بالأعمال المنزلية للأطفال. خلينا نتابع مع بعض ونشوف شو نصائحها.